كثيرا ما يجيني السؤال: يا ابو سارف تنصحنا بالتعدد، تنصحنا بالزواج، تنصحنا بالزوجة الثانية. انا اقول لكم انصح بالزواج الذي تنطبق عليه الشروط، وهم: اذا كبرت في السن يا اخي تزوج، فالزوجة الثانية ستعيد لك شبابك وحيويتك، وستستفيد انت من حياتك الجديدة، وستتفنن وتتجنب اخطائك السابقة. واذا انت شاب يا اخي تزوج، واستغل قوتك وحيويتك ونشاطك قبل ان ياتيك الهرم وتخور قواك، فتزوج ما دمت في ريعان شباب. وإذا كنت صاحب مال وأنعم الله عليك بمال يا أخي تزوج، خير متاع الدنيا بعد الطاعات وبعد العبادات هي النساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت حالتك المادية ضعيفة يا أخي تزوج، فقد قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، قال سبحانه وتعالى: إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله، وبعض النساء فيهم خير وبركة. وإذا أنت مرتاح مع زوجتك يا أخي تزوج، ففي مثلها الكثير، مثل هذه الدرة الكثير، فاجمع من الفواكه أطيبها وأجملها ونوع مثلها. وإذا كانت زوجتك مقصرة معك فتزوج، فستجد أن زوجتك تتغير، وستجد نساء أيضا يقمن بحاجتك وخدمتك ويجعلنك فوق رؤوسهن، فلا تعيش بذل. حقيقة هؤلاء هم من أنصحهم بالزواج، أما من لم ينطبق عليه هذه الشروط لا أنصحه. دمتم بحفظ الله ورعايته، ورزقكم الله زوجات خيرا ما تمنون. قولوا آمين.